قلنا له الازمه غتكون دار بلاغ للحكومه اول مره. هذا باش تنقول لكم هادو يعتديوا على نظام الدوله اللي تنقول ملكيه برلمانيه. خرجوا بلاغ في الحكومه ضد الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه، وتلاه رسميا الناطق الرسمي وقال ان فريق في الاغلبيه ولكن تيدير نقد لادع للميزانيه وللتدبير الحكومي. طبيعه الحال واش انا جبتيني مكمل وانا جبتيني تحت الظل الحزب ديالك؟ حنا اربعه احزاب نشكل التحالف الحكومي، كل حزب عنده راي. ولكن من بعد هذا البلاغ والتشنج اللي وقع صيفطنا مذكره مكتوبه الاخوان، مذكره مكتوبه ها الاخفاقات ديال سنه، ها الايجابيات. ما نقول لك انه الايجابيات لقينا داك الشيء، ما حتى انتم الا قلبتوا على شي ايجابيه، الايجابيات عطيوها لنا نضيفوها، ولكن عطينا الحلول، هذا هو المهم. عطينا الحلول بعد ما جاء من بعد ذاك النقد اللي دارنا، جاء في فبراير قالنا صندوق النقد الدولي غادي يجي للمغرب ورحنا في خطر، والميزانيه راه اصبحت في الخط، تعدات الخط الاحمر، ولهذا خصنا نناقشوا كيفاش نخرجوا. قلنا له شنو غنناقشوا؟ قال خصنا لابد تكون زياده بدايه من المحروقات. هو تيقول لكم رفع الدعم، تيقول انا ما بقاش نخلص على المغاربه. تقول له شكون انت خويا؟ المغاربه تيخلصوا على المغاربه، هذا تيخلص الضريبه، الضريبه تنقبطوها تنخلصوا على الدرويش. جبتي معك شي حاجه خويا؟ عندك شي فيرمات بعتيهم؟ عندك ذاك الحوينته اللي قلتي عندك حانوت فاشله تتخلص عليها انت؟ تجافيل هو خسرتيه، هو شنو جبتي لنا باش غتعطيه لهاد الامه؟ تما اختلفنا نهائيا وخرجت ودرت تصريح، الزياده في الاسعار خط احمر. وعطينا مذكره ثانيه 30 مارس 2013 اللي هو في هذا اللقاء قالنا احنا محتاجين 27 مليار درهم، 27 مليار درهم باش الازمه ترفع. عطيناه مذكره جمعنا له فيها 43 مليار درهم. تنقولوا له الصندوق الفلاني شحال عندك فيه 6 مليار درهم؟ هاد الناس اللي تيجيبوا المحروقات ما عندهمش تخزين، راه تيديو لك 6 مليار ديال الدرهم، الصناديق السوداء كل واحد شحال فيه؟ وجمعنا له 43 مليار. قلنا له هاد الصناديق السوداء دخل لها انت، جابك الله بيض فاتح طارق بن زياد غادي يفتح لنا عاود شي بلاد، دخل هاد الصناديق وخلي الشعب بعد منه، فضل انه يهلك الشعب. تما خرجنا بحالتنا، تما خرجنا وها النتائج فين وصلنا. حنا ما خرجناش باش نمشيو نرتاحوا، خرجنا باش نزيدوا شويه في العمل ديالنا وفي الاداء ديالنا، لان العمل تنعتبروه عباده وهو عباده. خرجنا باش نضموا الى الفئات اللي هي فقيره وضعيفه وفي حاجه الى محامي اللي دافع عليها اللي هو حزب الاستقلال. خرجنا باش نبرهنوا للعالم انه هاد الناس لا يؤمنون، باش نكون واضحين اقسم بالله انه اللي عندهم هو التجار بالدين. راه الانسان يقول لك اليوم كلمه هادشي وقع لنا وحنا في التحالف الحكومي 12 الناس كنا تنجتمعوا تنتفقوا اليوم هذا الاسبوع على موضوع معين، الاسبوع الجاي تيجي تنقول له اتفقنا وراكم درتوا العكس. هو حط ذاك الله يرحمه مسكين باه، واش هادشي باه كاينه السي باه؟ واش هادشي كاينه السي معتصم؟ اه سيدي انا لا علم له، يعني وحنا بثلاثه الاخرين نفس الشيء اللي تيدير لنا. جا قال للناس انا عندي حانوت شويه جبدوا له الروجيست كوميرس سجل تجاري ديال المطبعه بجوج المليار ونص. قال لهم لا 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 هذيك واخا فيها ابن كيران عبد الاله، لا هذيك هي الحركه الاصلاح والتوحيد. ايوا وعلاش ما صرحتيش بها؟ صرح بها في تصريح بالممتلكات ودير بين قوسين حركه الاصلاح والتوحيد. لا ما صرحتيش راه فيها عقوبه سجنيه.
راه فيها كاذب على المغاربه، واخطر ما كاين. غدا يوم القيامه ولا غيتعاقب عليه الانسان والمراه كله هو الكاذب. في الدول الديمقراطيه هاد الناس يقدموا استقالتهم تتكون متابعتهم القضائيه.